سفير ألكسندر، يعني كيف تقرأ التحركات الأوروبية الأخيرة سواء على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وأخيرا الاقتصادي، وما صرحت به اليوم أورسولا فوندرلاين من خلال زيارتها إلى فنلندا بحزمة عقوبات تاسعة على موسكو؟ في روسيا تعتبر المجتمع والشعب والخبراء والجميع، وهذا أظن لوجهة نظر العامة، طبعا باستثناء الأوساط الليبرالية، لكن المزاج الشعبي أن هناك شبه القطيع مع الغرب وبالتحديد مع الاتحاد الأوروبي. فلذلك أي خطوات المتخذة الآن مثل مثلا القرار البرلماني أو الباكيت تاسعة للعقوبات، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. يعني روسيا مستعدة لاستمرار هذا النهج الاستراتيجي الغربي والروسي نحو يعني انهيار الأوضاع. تعتبر روسيا أنه هي طبعا غير مسؤولة عن ذلك، بل هذا المبادرة الغربية منذ السنوات وإلى اليوم. فمهم أن رؤية روسية مثلا لموضوع جرائم الحرب في أوكرانيا والمشاركة فيها الدول الغربية بطبيعة الحال تختلف تماما عن الرؤية الغربية. فبالتالي أن جوابا مثلا على قرار الاعتراف روسيا كراعي الإرهاب، فهناك خطاب روسي أن راعي الإرهاب الحقيقي هذا غرب.